السلام عليكم اعزائي التلاميذ. اليوم كما قلت لكم راح نديروا تعلم كيفيه او كتابه الوضعيه، تعلم كيفيه كتابه الوضعيه انطلاقا من الافكار او النقاط اللي راح يعطيهم لك هو. الفيديو هذا راح تتعلموا فيه كيفاش تكتبوا الوضعيه انطلاقا من الافكار هذوك. تعرفوا باللي في written expression او التعبير الكتابي الوضعيه يعطيك موضوعين، topic 1 and topic 2. هذاك topic 1 يقول لك choose one topic، يعني انت تختار topic 1 ولا topic 2. topic 1 اللي هو guided، على نسموه guided، مقيد، على باسكو يكون شويه عنده علاقه بالموضوع تاع الوحده اللي جاء عليها النص. اليوم راح نشوفوا كي يعطيك مثال كي نتعاملوا معاه، يعني هذوك الافكار هذوك اللي يعطوهم لنا كي نديروا نتعاملوا معاه. هذا التمرين يهم بزاف التلاميذ، يهم كل الشرائح، يهم التلاميذ اللي ضعاف مستواهم، ضعيف بزاف اللغه الانجليزيه، يهم التلاميذ اللي مستواهم شويه يعني متوسط ولكن ضعاف written expression، التلاميذ اللي فريمون يخافوا باش يعبروا يهمهم ايضا، التلاميذ حتى التلاميذ النجباء او التلاميذ اللي عندهم مهاره تاع الكتابه والتعبير الكتابي حتى هادو ايضا يهمهم، باسكو راح يدوا لي زاستيس كيفاش يتعاملوا وكيفاش تضمن اكبر عدد نقاط في الوضعيه. ما نطولوش نبداو. كيما التمرين تعرفوا انه يجي هيوم يجي topic 1 هكا يقول لك choose the right answer، يعني اختر one topic، يعني اختر موضوع واحد. نفترض الموضوع الاول انه هذا دائما يجي في موضوع الاول، يعني هذا النوع من الوضعيه يجي دائما في التمرين الاول. التمرين الاول يقول مثلا تتكون كموضوع انا، يعني نفترضوا human smuggling is one of the oldest professions. It can take many different forms. Every year, thousands of lives are lost because of this deadly criminal activity. صح. تكيو مقدمة صغيرة هكا وهدر لك فيها human smuggling. أنا ما كتبتش الصيغة تاع السؤال ولكن راح نقولها لكم، نكتبها لكم الآن تشوفوها ظاهرة على الشاشة أمامكم. هي يعني write a composition in which you explain and discuss what، يعني اكتب لنا كيما نقولوا مقال صغير in which فيه تناقش وتحلل ماذا كيفية how to fight human smuggling، كيف تحارب تجارة البشر أو التجارة بالبشر أو تهريب البشر، تهريب الإنسان إلى آخره. كيما نقولوا إحنا عندنا مصطلح تاعنا معروف الحرقة. So human smuggling هذيك الطريقة لا شرعية لا قانونية المخاطرة هذيك كي نديرو نحاربوها. هذو أفكار هنا هما اللي راني دايرة فيهم أنا تيغي أفكار هو يعطيهم لك، نفترضو وسطهم هكا باسكو دايما يعطيك أفكار هكا. هذو الافكار كي ندير انا نتعامل معاهم باش نكتب الوضعيه تاعي. صح، راح نقراو الافكار مع بعض نشرحوهم باسكو الافكار ايضا قادرين تلقاوها في الريتن اكسبريشن، تقدر تلقاوها تسمى تدو افكار منها تتعلموا الطريقه كي ديروا تخدموا بهم. صح، الطريقه كيفاش نحاربوا تجاره البشر راح نشرحو. از وان اوف ذا اولدست بروفيشنز، يعني هي اقدم مهنه مارسها الانسان يعني على الكره الارضيه، هذه اقدم مهنه يعرفها وبروفيسيونيل فيها. It can take many different forms، يعني تقدر تدي اشكال كثيره. صح، every year thousands of lives، يعني كل سنه الالاف من يعني من الالاف من الناس، حياه الناس are lost، يعني تروح كما نقولوا تضيع وتموت الاف من الناس because of، يعني بسبب ماذا؟ This deadly criminal activity، يعني هذه أو هذا العمل أو التصرف أو هذا العمل القاتل المجرم القاتل، أوكي؟ اللي هو تجارة البشر، علاه؟ باسكو الناس راهم يسافروا، كي يسافروا قادرين يموتوا عبر البحر، قادرين يموتوا باسكو الظروف تاع الهيومن سماغلين صعيبة بزاف ما يتحملهاش، قادرين يستغلوهم في أعمال أخرى. حنا ماناش راح نهضروا الأسباب، ماناش راح نهضروا النتائج، حنا نهضروا كيفاش نحاربوها. فهمتوا؟ سما كيفاش حلو، قالك how to fight how to combat etc. هذا اسمه human smuggling. صح، اول نقطة هي make human smuggling an explicit crime، يعني اعتبارها كيما نقولوا جريمة، جناية، جريمة، حاجة كبيرة. This is number one. Increase penalties، يعني increase كيما نقولوا رفع أو زيد كيما نقولوا نزيدوا في العقوبات. رقم ثلاثة increase awareness، اللي هو نزيدوا من الوعي، رفع الوعي عند الناس باش الناس من يجوا يفواياج ولا يجوا يروحوا يعني ما يوقعوش ضحايا، اوكي؟ يعني نسيو نوعوا الناس قد اللي نطيقوا. هذه الثالثة او الاجراء الثالث اللي ممكن نطيقوا نخدموا به. رابع حاجة هي disrupt traditional routes and safe houses. ما معنى disrupt؟ يعني تسيي تقاطع الطرقات، يعني تيبقى بيان سور باللي لا بوليس ولا يعني باريس ولا هو ار، يعني هما اللي راهم responsible to disrupt traditional routes and safe houses،
يعني هذوك الرجال تاع الرجال تاع تاع البوردرز تاع الحدود هما لي دي شورت تراديشنال بوت، يعني لازم يقاطعوا الروتس يعني كيما نقولوا الطرق التقليديه الطرق الناسيونال الوطنيه اللي مشي باينين. And safe houses. سيف هاوسز يعني منازل هذوك اللي يبانوا باللي ما فيهم والو ما كانت حاجه اللي ما تشكش فيهم كاع على خطره خطره لازم يدخلوا عليهم اوكي يعني يشوفوا باسكو راهم يخزنوا فيهم الناس. Then النقطه اللي موراها operate specialized team to investigate smuggled people، يعني لازم يديروا كيما نقولوا فرق متخصصه في التحقيق، التحقيق مع من؟ مع هذوك الناس اللي ديجا تهربوا من قبل، الناس كي اللي تهربوا وصلوا مين يوصلوا ديك المنطقه ويعرفوا باللي مهرب ويديروا التحقيق باش يوصلوا هذوك الناس اللي ديجا هربوها يسيو يحقوا معاهم دائما يسيو try to investigate اوكي يعني يحقوا معاهم باش يدوا حقائق بيعرفوا smugglers وين راهم where are the smugglers وشكون هما who are the smugglers. ومن بعد اخر نقطه اللي طايحه لكم improve and cooperation improve cooperation يعني شغل نسيو نحسنوا من هذاك الكولابوراسيون ولا الكورديناسيون التعاون والتنسيق بين من with local law enforcement يعني السلطات المحليه كي نقول السلطات المحليه لا بوليس ولا يعني الجنود تاع الحدود تاعنا يعني القوات الخاصه تاعنا حنايا المحليه تاع البلاد هذيك and foreign law enforcement يعني ولا الأجنبية يعني كاين دول كاين حدود بيناتهم سما كل دولة يديروا cooperation تعاون فيما بيناتهم يعني كيما نقولوا السلطات المحلية ولا هذوك الجنود ولا كيما نقولوا العسكر تاع هذوك العسكر تاعتك يديروا cooperation تعاون فيما بيناتهم. هذو بعض النقاط اللي طاهم لك هو باش انت تنطلق منهم تكتب written expression تاعك صح. قبل ما نروحوا نهضروا على التفاصيل how to write كيما نقولوا يعني كاع بالتفصيل شنو نستعملوا كي نديروهم خاصني تعرفوا هذو الكلمات هنايا اللي طاهم لك راكم تشوفوا كاع راهم verbs كاع راهم هنايا verbs هذا verb هذا verb increase verb disrupt verb operate verb smuggle oh sorry improve verb ايضا سما راكم تشوفوا بديلك بالverb سما شخص بديل بالverb والتكمله تاع الجمله عادي ايا سما في اغلب الحالات هي يعطيك الverb مصرف هي يعطي لك الانفينيتيف كيما هنا سما الا طاح لك مصرف انت تقلع له التصريف تاعو ولا تخلي التصريف بصح اتونسيون على السابجكت وعلى التكمله تاع الفيرب. الا طاحو لك هنا انفينيتيف لازم تصرفوا ولا طاح لك الاي ان جي لازم تقلع الاي ان جي وديروا في التنس اللي لازم مناسب صح. هذه بفرق فقط بغيت نقول لكم على هذه النقطه قبل ما ندخلوا في كيفاش شنخدموا صح. قلنا هنا بدانا بالفيرب ديريكت في الانجليش حنا عندنا ما نبداوش بالفيرب ديريكت نبداو بالسابجكت ثم الفيرب ثم البقيه تاع الجمله صح. حنا عندنا كي بدانا بالفيرب ثم راه ناقصنا سابجكت اوكي نروحوا الان الكومبوزيشن هذه او الفقره عفوا الوضعيه كي راح تكون مقال صغير هكا مقال نقشوا فيه كيفاش او نهضروا فيه كيفاش راح نحاربوا هاو تو فايت هيومن سماغلين هاو تو كومبات هيومن سماغلين يعني شنو ندير عطيتكم الفورما تاع الكومبوزيشن دايره هكا هذه راهي انتدكشن راح نبداو بها راني دايره لكم انا هنا هالمقدمه العرض والخاتمه المقدمه يعني بين نخلو ذاك الاندنتيشن هذا السبيس يعني الفراغات هنايا في كل فقره جديده راح نكتبها يعني عندي 4 سطور 5 سطور تقريبا تكون للمقدمه ثم العرض راح يكون متكون على الاقل من 3 فقرات تقريبا 3 فقرات ونخلو الفراغ دائما من جو نبداو الجمله او الفقره تاعنا جديده ثم الخاتمه ايضا في سطور ولا 4 في هكا يعني الفورما بس ندير لكم الفورما تاع الكومبوزيشن باش تعرفوا تكتبوا باسكو كيما قلت لكم هنا قالنا write a composition ماهيش مكتوبه في الطابلو بصح كتبتها لكم في بدايه الفيديو write a composition صح. فنبداو هنايا اش نديروا هنا بالنسبه هنايا بالنسبه للفورما يعني الشكل العام راهو باين قدامكم يعني تبعوه المحتوى الان في المحتوى اش نديروا راكم تشوفوا المقدمه هذه اللي استعملها لك هو دائما يعطيك مقدمه هذه المقدمه هنا هو اللي استعملها لازم تكون ذكي يا تعاود تكتبها كيما راهي وانا هنا ما ننصحش التلاميذ يعاودوا يكتبوها كيما راهي 100% علاه تقدروا تكتبوها بصح ما يعطيكمش عليها لانه الاستاذ المصحح عارف بلي المقدمه ديجا هي اللي جاتك هكا واجده تما نتايا اش درت روحت ديتها كوبي كولي حطيتها ما راحش يمدلك انت اش دير تما لازم تكون شويه ذكي تستعمل المصطلحات اللي عندك شويه افكار عندك منها عاود سيخهم غير بشويه عندك هيومن سماغلين از ون اوف ذا
oldest professions. أي شندي أنا مثلا تقدر تدي هذه human smuggling is an old profession. شو هو human smuggling؟ human smuggling أيضا هو criminal activity, deadly criminal activity. نقدر شندي human smuggling is considered, يعني يعتبر considered a human, oh sorry, a deadly criminal activity, يعني نشاط أو عمل مجرم أو إجرامي قاتل. هكا تصرف تبدل كشورتي بدلت ما خليتهاش. راح نقولوا human smuggling is the oldest profession, is the oldest what job, is the oldest, بدل دير سينونيم تاع هادو job occupation, is the oldest work. صايم ومن بعد تقدر تقول it is a deadly criminal activity. ومن بعد تقول مثلا we cannot accept this act. ولا مثلا شنو نقولوا هنايا عطاك هنا هذه العباره قال every year thousands of lives are lost because of this deadly criminal activity. عرفنا هذه بصح قال لك كل عام كل سنه الالاف من الارواح يعني تفقد اوكي نفتقدوها تشدد تبدلها قال because of this deadly activity ولا because of this human trafficking. نعطو كلمة human trafficking يعني تعلموها. قال human smuggling هي بنفسها human trafficking. صحيح؟ سما تبدل نتايا بدل شوية في المصطلحات. أبي هاني نقولكم لازم تعرفوا المفردات بس كل كلمة مفتاحية غير هي غير تعقل عليهم هكا هذا ما كان سما تولي تجيك سهلة. قال human smuggling عوضها به human trafficking. human trafficking ولا تبدل مثلا قال thousands of lives ولا there are thousands of victims. كي نقول انا الالاف من ارواح تاع الناس يعني فقدت شنو نقول الالاف من الضحايا. thousands of victims are lost ولا it causes thousands of victims. اوكي مثلا ولا it killed thousands of people يعني it killed يعني قتلت الالاف كل سنه تقتل الالاف من الالف من الناس او من البشر. فهمتوا سما غير هذه الفقره هذه تسيو تموديفو فيها شويه. هذه بالنسبه للتلميذ اللي ما يعرفش كي يعبر اللي موالف يعبر روسي يقلع شويه على بالي تحصلها على بالي غادي ما تبحر لكمش تعرفوا كي تعبروا. سما انا قلت لكم غير منا نسيين نبدل شويه نزيد جمله من كلمه من نبدل سينونيم تاع كلمه هكا باش تبين المصحح تاعك بلي انت عندك يعني تقدر عندك هذيك المهاره تاع انك تعبر باللغه الانجليزيه. صايت فهمنا على الانترودكشن تسمى الانترودكشن قلنا نستعملوا غير هذه بصح نبدلوا قال is the oldest profession ولا oldest work. صايت ومن بعد نروح شنو نقول it is a human oh sorry it is a deadly criminal activity ولا it is considered as a deadly criminal activity يعني يعتبر عمل اجرامي قاتل صح بسببه يموت الالاف من الناس because of this or because of it. okay many people thousands of people are killed. so شنديرو حنا نروحو نطرحو سؤال باسكو في المقدمه تاعنا لازم في اخر المقدمه نطرحو سؤال كي تكون ما قاله نطرحو سؤال قال so how can we fight it how can we avoid this unethical act how can we combat this act كيف نحاربه. سما تعاودوا السؤال يعطيه لكم هو باسكو انا هنا مانيش كاتبه لكم السؤال باسكو هو هنا موراها غير كمل يكتب لك السؤال قال write a composition of about 80 to 120 words تهضروا فيها و how to fight corruption فهمت او سوري how to fight human smuggling فهمتوا. الو بالنسبه هذه بالنسبه لي الافكار اللي هنايا صح الان نروحوا شنو نديروا في المقدمه نتاعنا صح شنو نديرو في المقدمه نتاعنا لازم في المقدمه نتاعنا عفوا في المقدمه في ماشي في المقدمه يعني في العرض نتاعنا في العرض نتاعنا راح تروح للافكار اللي طاهم لك هذه الافكار كاملين اللي طاهم لك شتروح دير نتايا الافكار كاملين راح تشوف تسيي تلصقهم يعني راح نلصق الافكار تاعي ونستعمل سيكونسرز شهم ما هذا السيكونسرز سيكونسرز هما كيما نقولوا الكلمات كيما نقولوا اللي يربطوا لنا واللي ينظموا لنا الكلام تاعنا يعني ينظم لك الافكار اللي باغي تقولها هذا ما كان هو طاهم لك رؤوس اقلام هكا انت غادي تنظمهم قلنا شاسع قلنا بداو بكلمه ولكن بقى باقي لنا سابجكت خاص سمحنا غادي نزيدوا سابجكت معنا من معنا نزيدوا معنا في الجمله صحيح ثم شنو نزيدوا ايضا نزيدوا سيكونسر
فهمتوا ولا لا؟ سما السيكونسر ما تبداش العرض تاعك بلا سيكونسر، قسم العرض تاعك الى ثلاث يعني قال وحده ولا زوج منا اللي تبانوا البانوا لك يتشابوا اجمعهم، المهم جمع زوج وحده زوج مع بعض حتى تكون لنا فقرات، يعني الفقره الاولى الفقره الثانيه الفقره الثالثه. فالفقرات هذو راك حر تختار، المهم الاولى دير تو ستارت وذ ولا تو بيجن وذ، صاي هذه هي الاولى تبدا هكا. قال تو ستارت وذ شان دير انايا راكم تشوفوا هنا تو ستارت وذ تبداها هكا تكتب فيها، ثم دير فاصله، ثم شان ديروا نرجعوا للفكره تاعنا اللي هي ميك هيومن سماغلين ان اكسبليسيت كرايم. يعني شان دير تو ستارت وذ فاصله، عندي ميك تبدا فيرب خاصني سابجكت، شو هو السابجكت؟ لازم وي، سو وي استعملوا السابجكت هنا اللي هو وي، دائما كيف نحارب كيف كذا كيف، دائما نستعملوا الوي سبجكت وي ولا يو ولا ذا جوفرمنت نوعي بيناتهم، هنا نستعملوا وي باسكو راح نحاربوا، يعني لازم نديروا كذا لازم نديروا كذا، على بها نديروا وي نحن. سما السبجكت اللي نستعملوه هنايا هو وي ولا نديروا ذا جوفرمنت، وصاي فهمتوا سما يا وي نوعوا بين الوي وبين الجوفرمنت. اوكي صح صاي قلنا تو ستارت وذ فاصله وي ميك هيومن سماغلين. حاجه اخرى اللي نهضر عليها، لازم كيما السيكونسرز مهمين باش ننظموا افكارنا، لازم شويه نعطوا قيمه للفكره اللي راح نجيبوها، نعطوا قيمه ليها. هذه القيمه ش هي؟ هما المودلز. باسكو علاه راح تقول كيفاش نحاربوا، سماك تقول يجب لازم نديروا كذا، تزيدوهم لمن تزيدوهم، يعني الفورم تاعهم راح تكون سبجكت مودل الفيرب انفينيتيف اللي هو ستان. اوكي صح كيما فهمنا كيما درنا تو ستارت وذ بلس وات بلس وي تو ستارت وذ فاصله وي شنو لازم ندير؟ هاو هما المودلز، عندي ماست هاف تو ولا هاز تو شود اوت تو ينبغي هاد بيتر من الافضل او من الاحسن نيد تو يجب ولا لازم ولا هكا صح. هذو المودلز لازم تستعملوهم قلنا مور سبجكت قبل الفيرب، يعني شنو غادي ندير؟ غادي نقول تو ستارت وذ فاصله وي شود make human smuggling an explicit crime. صاي صح نقطة صاي ندير النقطة تاعي، لأن نفترض بلي أنا مانيش طايق نزيد نعبر أكثر، مانيش طايق نمد أكثر، سما غادي ندير نقطة صاي نروح اللي موراها بالسايد إلى جانبي كذا بالسايد راح نديرها كيف كيف فاصلة صاي، ثم نروح للنقطة الثانية شن ندير وي or the government باسكو شكون اللي يزيد ولا كيما نقولوا يرفع ويزيد العقوبات شكون؟ هما الحكومه. سما غادي ندير في بلاصه الوي ندير the government. So the government كيف كيف must لازم كيما نقولوا يجب must increase penalties صاي، ثم ندير نقطه نعاود نروح للنقطه الثالثه. في النقطه الثالثه هنايا ايضا نروح للسيكونسر الثالث in addition فاصله، ثم ندير we have to ولا the government have to disrupt or we have to disrupt traditional routes، يعني اختار واحدة من المودلز هذو وهكذا. المهم sequencer فاصله subject المودل، ثم تبدا بالverb كيما عطيهلك تكمل الجملة تاعك حتى التالي صاي نقطة إلى آخره. نصيحة أخرى اللي نقدمها هنا بدون انه بدون اطالة للفيديو، ماني باغي الفيديو هذا يكون بسيط كمبدئيا، يعني كي نديرو نتعاملو انطلاقا من الكلمات او الافكار هذو شنو راح نديرو؟ رايحين نروحو للنقاط هذو كنشوفو فيهم، يعني لازم نعتبروها جريمة، لازم نزيدو في البينالتيز تاش دير هنا، لازم نزيدو العقوبات. كي نزيدو العقوبات يعني شنو نديرو؟ قال مثلا قال الحبس مثلا دير هكا دير مثلا prison دير بين قوسين ما تعرف والو، دير prison هو الحبس مثلا 15 years ولا 20 years 20 سنة هكا بين قوسين، هذا مكان كي ما تعرفش تعبر ديرها في جملة ديروها بين قوسين مثلا كمثال، بس هنايا كل ما زدتو أمثلة لبغا ما تعرفوش تصيغوه في جملة ديرهم بين قوسين، فهمتوا؟ كيما هنا ديروا prison 1 مثلا ديروا 20 years يعني 20 سنة، تعتبر بلي راك فاهم النقطة شاهي بلي عقوبة 20 سنة حبس وليو 15 سنة مثلا، صايت يفهم هنا المصحح بلي راك قابض النقطة، راك فاهمها حتى جبت له مثال بين قوسين. ونروحوا للنقطة الأخيرة increase awareness، غير تسيبوا كلمة awareness روحوا دايما ديروا انترنت سوشيال ميديا on فيسبوك on يوتيوب on انستغرام on سناب شات، يعني استعمال يوزين شو دير؟ دير for example مثال
using أو using platform social media platforms يعني استعمال يعني مواقع تواصل منصات مواقع التواصل الاجتماعي yes to raise awareness يعني باش نزيدو to raise ولا increase awareness باش نرفعو من الوعي ونزيدو من الوعي فهمتوا ولا لا غير تسيبو awareness في أي موضوع دخلوا social media platforms دخلوا الانترنت فهمتوا ولا لا speak or explaining to people raising intelligence يعني رفع الذكاء تاع الناس الاستيعاب تاع الناس فهمتوا ولا لا صح بالنسبه لنا فهمتوني راني قصده كل ما تبغوا تجيبوا مثال ولا ما تعرفوش تصيغوا جمله ديروا بين قوسين هنا awareness راه هضرنا عليها مثلا نفترضوا انه disrupt traditional routes and safe houses يعني مثلا تعطي example قال مثلا مقاطعة الطرقات مقاطعة مثلا using extra policemen دير هكا extra policemen ديرها بين قوسين يعني كيما نقولوا شرطة يعني رجال شرطة زعما زيدوا بزاف رجال شرطة بين قوسين باش يدخلوا مثلا او يقاطعوا هذه الطرقات اللي ملتوية اللي الناس راهي تستعملهم باش يهربوا الناس اوكي صح مثلا نفترضوا improve cooperation with local law enforcement and foreign law enforcement يعني قال لك لازم نحسنوا من التعاون بين الدولتين هذوك زوج يعني هذيك يعني كما نقولوا السلطات المحليه تاع هذوك ولا بوليس تاع هذوك ولا بوليس تاع هذوك ولا شرطه الحدود دوك شرطه الحدود دوك في زوج شرطه الحدود مع بعض يديروا تنسيق قالش ندير اعطي اكزامبل دير بين قوسين ايضا لا ما عرفتش تعبر دير بين قوسين قال بين من قال فور اكزامبل بتوين تونسيا اند الجيريا مثلا نقول از ان اكزامبل مثلا بتوين مثلا ويزين كوبريشن كي نقول كوبريشن معناها هيلب يعني بروفايدين هيلب مثلا ولا انكريزين مثلا هيلبين هاند مع من بين تونسيا ومثلا الجيريا ولا مكسيكو مع من مع عندنا مع يونايتد ستيت اوف امريكا مثلا قال مروكو مع سبين صاي اسبانيا مع المغرب سما الدول اللي عندهم حدود قريبه بعضهم بعض ولا لاصقه هذو تعطيني امثله مثلا هكا هنا هذو الامثله يزيدوا يعطوا قيمه للرايتين تاعك عبالكم تستعملوا سيكونسرز تستعملوا المودل فيربس وتستعملوا اكزامبلز في الطريقه الصح وتسيو ديفلوبو افكاركم غير بشويه الا درتو ديفلوبو حاجه مليحه ما تقطوش تستعملوا كيما قلت لكم يعني هكا تضمنوا بلي تدوا نقطه بصح تلصقوهم عشوائيا وبدون فهم بلا ما تستعملوا مع الموضوع يعني بالطريقه نقول لكم عليها يعني انفورتنتلي كيما يقولوا سوء الحظ راح تدوا ما تدوش نقطه فيها يعني ممكن راح تدوا 0.25 صفر من الموضوع او في الوضعيه كامله صح كخاتمه شنديروا في الخاتمه في الخاتمه تاعنا او conclusion راح نستعملوا واحد من هادو السيكونسور اللي حنقولو لكم لو ترانزيشنز ولا راح نستعملوا to conclude ولا in conclusion ولا in short ولا in brief ولا all in all ولا to sum up ولا in summary يعني هادو اغلبهم تستعملوا واحدة منهم فقط صحيح وتخدموا بها وديروا الخاتمة تاعكم بصح الخاتمة تاعكم لازم تكون فيها نصيحة يعني شرح نديرو شكون اللي لازم حنايا نتعاملوا معاه من لازم حنا نتعاملوا معاه من قادر في الخاتمة تعاود تصيغ باللي هيومن سماغلين خطير او مرض او آفة اجتماعية او خطيرة صاي يعني جريمة صاي تعاود تصيغ الشي اللي قلتو في المقدمة بصح باختصار صح وتزيد له نصيحة تختار مثلا قال مثلا تختار رفع الوعي صحيح رفع الوعي هي اللي تختارها وديرها في المقدمه في الخاتمه قال we should increase awareness تبدل increase raise مثلا بدلوها raise يعني رفع الوعي increase or raise awareness مثلا using as we have said using social media platforms or different platforms ومن بعد تقول it's high time the government مثلا take into consideration the sources يعني الحان الوقت او هذا هو الوقت المناسب بالحكومه تاخذ بعين الاعتبار مثلا taking the sources or the factors يعني مصادر او اسباب او عوامل the migration يعني كيما نقولوا migration الناس اللي تحوس تهرب ولا يعني تديها بعين الاعتبار to find solutions صحيح وهنا راك ريجلت روحك سما عطيتك باسكو في الخاتمه دائما نعطوا راينا
او نعاودو نصيغو شويه الفقره المقدمه تاعنا ونزيدو معاها نصيحه ولا نقدمو حل. خليكم هكا باش تدو كابتشور ديكرون. وكيما قلت لكم هذه الافكار راهي تساعدكم بزاف، يعني قادر تلقاوها في الوضعيه الادماجيه، قادر في الموضوع الاول في الموضوع الثاني تلقاوها تفيدكم بزاف. هذه الافكار ايضا تفيدكم وتعاونكم، يعني تحفظوها كافكار وتزيدوها من عندكم. هذه مين يعطوها لكم تستعملوا معها هكا، بصح كون ما يعطوكمش افكار كاع هكا ويقول لكم باللي كيفاش نحاربوا هيومن سماغليس، ما افكار تاع ديجا راك شفتها معايا، تسمى تقدر تستعملها وتستخدمها وديرها في الريتن اكسبريشن تاعك، تما تدي نقطه اكثر. فهمتوا؟ سو كان هذا الموضوع تاع اليوم، كان هذا الفيديو تاع اليوم على كيفيه كتابه وضعيه انطلاقه من النقاط اللي يعطيهم لك. سو ثانك يو فيري ماتش. اف يو هاف كويستشنز ليف ذم ان ذا كومنت سيكشن، الا عندكم اسئله خلوهم لي في خانه التعليقات، سو راح نرد عليكم. سو ثانك يو فيري ماتش فور واتشينغ اجين اند سي يو اون ماي نيكست فيديو.